النهارده ان شاء الله هنتكلم عن توبيك، يعني هو مش هيكون كبير قوي ان شاء الله، لكن هنبدا بيه نتكلم عن الكلاس 5 ريستوريشنز. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن في الكلاس 5 مين اللي هنركز على الرابر دام ايزوليشن، هنتكلم عن الكافيتي بريباريشن، وهنتكلم عن ريستوريشن وذ ريزن كومبوزيت، وهنوريكم فيديوز فور مانجمنت اوف بوث كيريس اند نون كيريس سيرفايكال ليجنز. طيب مبدئيا احنا الاول لازم نتكلم عن الايزوليشن في كلاس 5. احنا الايزوليشن في كلاس 5 مينلي يا اما هيكون سنجل توث ايزوليشن، زي مثلا ما نعمل بس جاست وان توث ايزوليشن وذ رابر دام، فزادها ممكن نجو فور كلامبس لايك B5 B6 اور 212 كلامبس، او ان انا هعمل مالتيبل ايزوليشن وساعتها هستخدم جينجيفال ريتراكشن كلامب زي B4 او 44 او W00. لكن في حاله ان انا هستخدم كلامب من الكلامبات دي، they are very weak clamps، هحتاج دايما ان انا احط وراه كلامب فور انكرج سواء بريمولر او مولر كلامب، زي مثلا ما احنا شايفين في كيس زي كده. انا هنا مركب، هحط هنا كلامب على الابر K9، لكن انا عملت مالتيبل ايزوليشن وحطيت في الاخر كلامب على البريمولر، لان الكلامب ده is very weak to hold rubber dam on its own. طبعا دي حاجه is very very important. طيب لو جينا بصينا هنا how to approach a class 5 cavity، الحقيقه انه دايما بيكون عندك تشالنج ان انت عندك المارجن بتاعك بيبقى قريب جدا من السوفت تيشو، او ساعات بيكون المارجن بتاعك سب جينجيفال، ففكره ان انت تكسبوز المارجن وتايزوليت المارجن بتاعك is very important. طيب back in days، يعني انا I was using retraction cord، يعني ما كنتش قوي في الاول بستخدم تفلن كتير، طبعا باي ذا تايم لا انا بقيت اشتغل اكتر بتفلن. فاول حاجه احنا بنعملها ان احنا تو اكسبوز ذا مارجن، يبقى اول خطوه عندنا ان احنا اول حاجه ان انا اكسبوز المارجن وبعد كده ابدا اعمل له ايزوليشن. فانا هنا حطيت ريتراكشن كورد تو اكسبوز ذا مارجن، ذن وي ابلايد الرابر دام، وهنا زي ما احنا شايفين انا هنا استخدم كلامب W00 زيه زي B4 بالظبط، زيه زي ال44 بالظبط، بعمل دي ريتراكشن للسوفت تيشو وريتراكشن للرابر دام، بحيث ان انا اعمل بروبر اكسبوجر للمارجن. Then after carries removal بدأنا نعمل ال final restoration بتاعتنا and then finishing and polishing، وده منظر restoration immediate post operative، وده منظر restoration after 9 months و 2 year control. طيب في بقى هنا بارت هيهمنا جدا. طيب then انا I started to use Teflon، يبقى زي ما اتفقنا خطوه ان انا اكسبوز المارجن، ان انا ابين المارجن لنفسي الاول is very important. طيب انا استخدامي للتفلون هيكون احسن ولا استخدامي للريتراكشن كورد؟ اكشلي هو التفلون هيكون احسن لكذا سبب. الريتراكشن كورد is a hydrophilic material، بمعنى ان هو هياخد الفلويدز اللي احنا اللي موجوده اوريدي and then الاكسس فلويدز هتبدا تدخل معاك جوه الايه؟ جوه الكافيتي. طيب على عكس التفلون، التفلون is a hydrophobic material، وبالتالي هو مش هياخد مش هيابزورب المايه اللي موجوده، هو سمبلي هيطردها، هو بس هيبقى دايما زيها بعيد عنه لان هو هيدروفوبيك، هو مش هياخد اي فلويدز موجوده، هو في نفس الوقت مش هيطلعها لك جوه الكافيتي. فاستخدامك للتفلن اكشلي هيبقى ماتش ماتش بيتر. برضو انذر بروبلم ريجاردنج الريتراكشن كورد، لو الريتراكشن كورد ده فيه ميديكمنت، لو مثلا ليكن فيه مثلا حاجه زي فيريك سلفيت نيجاتيفلي افكت ذا ادهيجن بروتوكول، لو كان فيه الومنيوم كلورايد ستيل في ديبيت هل بيأثر هل ما بيأثرش، ف why the hassle we can go just for teflon it's much easier it's much cheaper actually عن retraction cord. Then I did a rubber dam isolation، وزي ما احنا شايفين احيانا كتير بتحتاج ان انت تعمل another layer of teflon. ساعات مثلا تبقى cavity very deep، الرابر دام تحس ان هو عامل impinging او داخل جوه الكافيتي، عشان تعمل proper exposure للمارجن او re exposure للمارجن تاني you can use teflon. And then we put the restoration، وطبعا البارت بتاع ان انا how to apply restoration ده هنتكلم عنه later on. And then we do the finishing and polishing. And then the final restoration and after 2 year follow up. طيب نبدا نتكلم بقى عن الكافيتي بريباريشن. انا
كده كده واحنا بنعمل كافيتي بريباريشن ريجاردنج كومبوزيت او جلاس ايونومر، انا مينلي همشي فولونج الايه؟ فولونج الكافيتي اوتلاين، بتبقى مينلي هاف كريسنت شيب زي ما انا عندي هنا، زي ما اتفقنا. اول خطوه تو اكسبوز ذا مارجن، يبقى اول خطوه هنعمل هنحط تفلون تيب اكسبوزنج ذا مارجن، اند ذن وي بوت ذا رابر دام، وزي ما احنا شايفين هنا ال 44 كلامب عامل انجيجنج للساوند توث ستراكشر بلو الكافيتي، اند ذن وي دو ذا كافيتي بريباريشن زي ما احنا شايفين هنا. احنا ماشيين هنا هاف كريسنت شيب بالمنظر ده، وبعد كده بنبدا نعمل بافلنج زي ما احنا شايفين بالخط الاحمر ده، بنبدا نعمل بافلنج عند الاوكلوزال تيبل هنا في الاريا دي، بنبدا نعمل بافلنج to expose more enamel to attain better adhesion. طبعا according to recent studies or systematic reviews، فكرة ان الادهيجن بيتأثر سواء عملنا بابل او لا في class 5 it's not that big of a deal، مفيش اي significant difference، لكن هو بيديني فوائد تانية طبعا، engaging more enamel وفي نفس الوقت better finishing and polishing، ويبقاش عندي line of demarcation especially لو class 5 دي في anterior restoration، فانت مش عايز يكون عندك line of demarcation، وبالتالي انك تعمل بابلينج هيبقى more beneficial. انا خلاص عملت الكافيتي بريباريشن وعملت البافلنج زي ما احنا اتفقنا، انا هبدا احط الريستوريشن بتاعتي ازاي؟ احنا في عندنا انذر بروبلم ريجاردنج كلاس 5 زيها زي كلاس 1 بالظبط، فكره السي فاكتور. طيب انا هنا عشان احل مشكله السي فاكتور، انا ايه مشكلتي مع السي فاكتور؟ ان انا بيحصل للكومبوزيت شينكج، فبيبدا يحصل سام سورت اوف ديفلكشن او فورسز على الويكر ارياز اللي سبيشالي ما فيهاش انامل كتير او فيها انامل از فيري ثين، زي مثلا السيرفايكال هنا، السيرفايكال ارياز هنا، وبالتالي انا محتاج ان انا ابدا اعمل الكومبوزيت بتاعي بشكل انكريمنتال، انا هبدا احط لاير باي لاير، مش هحط حته كومبوزيت واحده واخلص بيها الكافيتي مره واحده، عشان افويد نتيجه الشرينكج والشرينكج ستريسز ان يبدا يحصل سام سورت اوف مايكرو ليكج في البارت الموست سيرفايكال، وبالتالي بنبدا نعمل بنعمل انكريمنتال باكينج. فانا هنا اول لاير ببدا احطها توورد الاريا اللي فيها انامل اكتر، انا هحطها ناحيه الاوكلوزر الاول، اند ذن ببدا ابيلد ماي لايرز layer by layer لحد ما اوصل للسيرفايكال مارجن زي ما احنا شايفين، ادي اول لاير، ثاني لاير، اند سام تايمز اكشلي انا ساعات بحط لاير اوف فلو بالكومبوزيت في الموست سيرفايكال اريا، بحيث ان لو في اي مايكرو ليكج حصلت نتيجه الافتر بوليمرايزيشن ببدا ان انا اعمل سيلينج للجابس دي وذ فلو بالكومبوزيت. وده منظر الريستوريشن افتر فينشنج اند بولشنج. يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا اول حاجه بنبدا نعملها في كلاس 5 ان انا اول حاجه ببدا اعمل اكسبوجر للمارجن، then isolating the margin, cavity preparation, we incremental packing. وده مصدر restoration immediate post operative. طيب another case. و actually sometimes we can ask ourselves هل انا استخدم regular composite ولا استخدم flowable composite؟ Which type is better regarding the class 5 lesions او ال cervical lesions؟ طيب لو هنتكلم على adaptation definitely flowable هيكون احسن. لو اتكلمنا عن سترينث، انا بالنسبه لي سترينث مش مشكله، انا الخطوره في الفلوبل كومبوزيت دايما بتكون في الوير ريزيستنس، فبالتالي بما ان انا مش حاطط الفلوبل كومبوزيت ده لا على اوكلوزال تيبل او على انتر بروكسيمال سيرفيس اريا، فانا بالتالي ما عنديش مشكله وير خالص، وبالتالي اي كان واكشلي ات از ايفن بيتر ان انا اكلوز الكلاس 5 ريستوريشنز وذ فلوبل كومبوزيت مش باكابل كومبوزيت. حاجه ثانيه مهمه جدا ان المودولس اوف الاستيسيتي بتاع الفلوبل كومبوزيت مور اور ليس قريب جدا من التوث ستراكشر، وبالتالي فرصه ان يحصل دي بوندنج نتيجه اني اوكلوزال ستريسز او بارا فانكشنال هابتس بتكون اقل شويه، الريت اوف دي بوندنج بيقل. طيب يبقى زي ما اتفقنا اول خطوه تو اكسبوز ذا مارجن، يبقى اول خطوه هنا تفلون تيب اند ذن وي بليس ذا رابر دام. نبدا نتكلم عن حاجه مهمه جدا افتر كافيتي بريباريشن، انا هنا قبل ما اعمل كافيتي بريباريشن زي ما احنا شايفين انا عندي هنا a lot of bacterial of biofilm، لو انا شايف هنا انا عندي هنا a lot of biofilm، والبايوفيلم ده اكشلي لو احنا سبيشال لو احنا شغالين من غير ماجنيفيكيشن هيسبب لك مشكله كبيره جدا مع الادهيجن، فدايما يو هاف تو ميك شور ذات يو ار بوندنج تو اي ساوند سبستريت اي جود سبستريت فور ادهيجن، وبالتالي لازم الاول نعمل حاجه اسمها ساند بلاستنج او اير ابريجن اند ذن كافيتي بريباريشن. انا هنا خلصت الكافيتي زي ما احنا شايفين الكافيتي از كلين مفيش فيها بكتيريال بايوفيلم، and then I can go for my adhesion protocol, cleaning of the cavity.
and then I do the adhesion protocol. أول حاجة خالص بعمل selective enamel etching. I'm using universal self universal adhesive. يبقى أول خطوة بعملها هي selective enamel etching and then ببدأ أحط الأدهيسيف. وهنا actually أنا حطيت أول layer of flow. لو إحنا جينا شفنا هنا كده لو جينا شفنا هنا في الأريا دي أنا هنا حطيت أول layer of flowable composite and then a second layer of flowable composite and then a third layer of flowable composite. يبقى أنا هنا عملت incremental packing وفي نفس الوقت عملت I had better adaptation. ما عنديش ريسك اوف فويدز لان الفلوبل مينلي بيسيل الجابس بشكل افضل طبعا من الباك اب الكومبوزيت. اند ذن افتر فينشنج اند بولشنج وده كلوز اب فيو عشان نشوف بي ال ادابتيشن اوف كومبوزيت. طيب نبدا نشوف مع بعض فيديوز ازاي بمشي بقى الستيب باي البروتوكول بتاعي او ستيب باي ستيب ابروتش. زي ما اتفقنا اول خطوه تو اكسبوز ذا مارجن وفي نفس الوقت بكنترول الكريتيكال فلويدز بان انا اول خطوه بحط تيفلون تيب. زي ما احنا شايفين ممكن احطه باي انسترومنت كومبوزيت ابليكيتر ايفن اتس فيري ايزي. في الاول بس ساعات الموضوع بقى فيه شويه هاسل اند ذن يو جيت يوز تو ات. طيب بعد كده نبدا نعمل هنا انا بعمل هنا مالتيبل ايزوليشن. يبقى انا هنا لازم قبل ما استخدم ال 44 كلامب ان انا استخدم الاول anchor clamp. يبقى انا هنا حاطط 12A او المولر كلامب ده as an anchor and then بحط ال B4 clamp وبعد كده ببدا اتاكد خلاص ان التفلون بتاعي is in place. وبعد كده ببدا الكافيتي بريبريشن. زي ما احنا شايفين هنا انا ببدا الايزوليشن بتاعي even before الكافيتي بريبريشن لان احنا لو عملنا الكافيتي بريبريشن وبعد كده حاولت انك تعمل رابر دام ايزوليشن الموضوع بيبقى very problematic وبيبقى فيه a lot of hassle. لكن لو انت بدات الكافيتي بريباريشن وانت مركب الرابر دام وعامل بروبر ايزوليشن وعامل بروبر اكسبوجر للمارجن الموضوع بيبقى ماتش ايزير. بعد كده نبدا نعمل الكافيتي بريباريشن. هنا انا شغال براون بيرد مينلي او راوند ستون اتش دايموند ستون. وهنا انا بشيل الكيرز وفي نفس الوقت بعمل بافلينج. كيريز ريموفل. وهنا اكشلي الكافيتي كان فيها شويه اكستنشن انتر بروكسيمال فانا عملت فيها زي كلاس 5 بلس سلوت بريباريشن اي بريزرفد ذا مارجنال ريدج. زي ما احنا شايفين هنا كان هنا برضو مين مهم جدا اشيل الكيريز من البريفريز. طبعا احنا مش وي ار نوت جوينج فور كومبليت كيريز ريموفل. انا الباقي ده بهارد سكليروتيك دنتين فانا مش هشيله بالعكس انا هسيبه ده as a protective layer for the pulp عشان ما يحصلش pulp exposure. لسه برضه لسه في شويه كيرز انت proximal below المارجن ريدج زي ما احنا شايفين. وطبعا هنا I'm pointing out to the importance of magnification. actually magnification بيفرق معاك جدا في الحاجات زي كده تعمل proper quality control even في الكافيتي preparation تاكد ان المارجن بتاعتك ما فيهاش كيرز خالص وفي نفس الوقت عامل proper isolation. زي ما احنا شايفين هنا ان الكافيتي از جيتنج ديبر. لو انا جينا بصينا هنا هنحس ان الكافيتي بدات تبقى ديب شويه وبالتالي انا كان احتاج هنا ارجع احط another layer of teflon. فانا هنا فعلا بدات احط teflon tape to re-expose the margin وبرده to attain better moisture control. كده المارجن بقى exposed. at a higher magnification انا عندي هنا part في discoloration على المارجن يعني حاجه مش لطيفه قوي. لا بالعكس انت محتاج دايما المارجن بتاعتك تبقى دايما على ساوند انامل او على ساوند دنتين ما يبقاش عندك اي فرصه ان يحصل اي مايكرو ليكج او كومبرومايزنج للادهيجن. بعد كده بدانا نعمل سيلكتيف انامل اتشنج اند ذن واشنج. احنا بنعمل طبعا بنغسل الاسيد اتش دبل ذا تايم اوف اتشنج وبعد كده بنبدا. انا هنا كمان كان عندي سلوت بريباريشن فانا هنا محتاج احط ماتريكس عشان ما يحصلش اوفر هانجنج ناحيه كلاس 2. حطينا الماتريكس وزي ما احنا شايفين هنا هنلاقي ان في سلايد جاب ما بين الماتريكس والتوث ستراكشر فهنحتاج هنا نحط ويدج او تفلون بحيث ان احنا تو ادابت ذا ماتريكس على التوث ستراكشر.
بدأنا نحط الادهيسيف انا كنت شغال ببيسكو اول بوند يونيفرسال، فانا ريكومنديشن من المانيفاكتشر ان احط تو لايرز وذاوت كيورنج ان بتوين. البراش دي اسمها بريستل براش عشان ادخل ادهيسيف في الارياز الانكسسبل للبوند براش الريجولر. Then I remove the excess with a new او نيو مايكرو براش او دراي مايكرو براش عشان ابدا اخد الاكسس ادهيسيف وسلايت اير ثينينج او ايه بنسميها اير بلوتنج ممكن. And then we do the cure. طيب انا هنا عندي كلاس 2 مع كلاس 5، كلاس 2 سلوت بريباريشن، فانا محتاج ان انا الاول اقفل الكلاس 2 اللي موجوده دي طالما انا عاملها في شكل سلوت بريباريشن. لكن لو كلاس 2 ريجولر لا، انا اي هاف تو كلوز كلاس 5 الاول وبعد كده ببدا اعمل الكلاس 2. بدانا الادابتيف كومبوزيت، خلصنا خلاص الكلاس 5 كلاس 2 سوري الاول، وبعد كده نبدا نحط layer by layer الكومبوزيت بتاعنا. طيب انا هنا عندي الكافيتي كانت صغيره جدا، بمعنى ان الكلاس 5 ما كانتش كبيره، فانا ممكن احطها على one shot كومبوزيت. طيب زي ما اتفقنا ان انا عندي مشكله بوليمرايزيشن شرينكج، وبالتالي بما ان انا عندي مشكله بوليمرايزيشن شرينكج او شرينكج ستريس وهيبدا يحصل، ممكن يحصل مايكرو ليكج ناحيه الويكر مارجن، فساعتها ممكن احط a layer of flowable composite على الموست سيرفايكال اريا، وده هنشوفه قدام شويه. زي ما احنا شايفين هنا خلاص انا بعمل ادابتيشن للكومبوزر بتاعي وابدا اشيل الاكسس. زي ما احنا شايفين هنا انا هنا مركز مين، لان انا ابقى متاكد ان عندي الكومبوزر از ويل ادابتد ات ذا موست سيرفايكال اريا. وطبعا هنا التفلم مساعدني جدا والريتراكشن كلامب مساعدني جدا ان انا اعمل بروبر انسبكشن وكنترولنج على المارجن بتاعي. وزي ما اتفقنا هنا ممكن يكون عندي في الاخر خالص الاقي انه في جاب از فيري سمول جاب، يمكن ما تتشافش او تبقى حاجه فيري فيري سمول، يمكن ارفع حتى من التيب اوف ذيس سبريدر، يعني ده سبريدر ورفيع جدا جدا، لكن ممكن يبقى في فيري سلايت جاب. فانا هنا ممكن احط جاست لاير اوف فلوبل كومبوزيت وابدا اوزع اللاير اوف فلوبل كومبوزيت بحيث ان انا يبقى عندي بيتر ادابتيشن، واتاكد ان انا ما عنديش اي فويدز او اي سورت اوف مايكرو ليكج عند المارجنز. And then we do the cure. طيب الاكسس ده مش اوفر هانج؟ يس اتس ان اوفر هانج، بس هو موجود ليبيال او بكل، فانت يو كان فينيش ات، يو كان ريموف ذا اكسس بمنتهى السهوله. طبعا بعد كده بنبدا نشيل الكلام. هنا انا ممكن اشيل الرابر دام، انا بيرسونلي انا بحب ان انا اريتراكت الرابر دام بايدي وابدا اعمل فينيشنج وايل ذا رابر دام ستيل ذير، لان الرابر دام هنا مش بس مديني ايزوليشن، هو كمان عامل لي ريتراكشن وبروتكشن اوف اذر اورال تيشوز، فبالتالي انا مستفيد برضه ستيل بالرب وجود الرابر دام معايا. دي اتس نيدل ستون يلو كودد، ببدا اشيل بيها الاكسس كومبوزيت بحيث ان انا ما عنديش اي اوفر هانج على الروت سيرفيس، ويبقى الكومبوزيت بتاعي از فلاشد مع التوث ستراكشر. لو جينا بصينا طبعا هنا ايه، انا under higher magnification عشان بس to appreciate the adaptation of composite at the most cervical areas. بعد كده نبدا نعمل finishing and polishing. هنا كنت شغال بديسك mainly عند اللاين انجل. Personally I do not do use discs for class 5s anymore, mainly rubbers. وهنا balanced عشان اتاكد ان ما عنديش اي excess composite على الروت سيرفيس، وفي نفس الوقت او ما فيش حتى ايفن فلاشز اوف ادهيسيف، ساعات بتبقى فيري ثين وموجوده فوق الروت سيرفيس، فانا برضو اللانست ميزته ان هو بيشيل وفي نفس الوقت بيسيب السيرفيس بعديه فيري سموث سيرفيس. هنا دي رابر ويل من جلوس بلس سيستم من كير، وذن اوبتي شاين برضو من كير، وابدا اعمل بولشنج.
وده بيكون منظر الريستوريشن افتر فينيشنج اند بولشنج. طيب ده عظيم جدا. طيب احنا اتكلمنا عن الكيريوس ليجنز، نبدا بقى نتكلم عن النون كيريوس ليجنز او نون كيريوس سيرفايكال ليجنز. هنقدر نتعامل معاها ازاي؟ انا هنا الفكره ان انا هنا ما عنديش كافيتيشن، او ما عنديش كافيتي، ما عنديش كافيتي كيريوس كافيتي، انا عندي كافيتي لكن ما عنديش كيريوس ليجن. طب انا هبدا اتعامل مع السيتويشن ده ازاي؟ انا الاول خالص محتاج ان انا اعمل فريشننج للسيرفس، انا محتاج اشيل اي سكلروتيك دنتين لاير او اي بايوفيلم موجوده، وبالتالي الاير ابريجن اكشلي بيبقى وان اوف ذا فيري افيشنت ميثودز فور كافيتي بريباريشن في الوقت ده. يو كان فريشن ذا سيرفس، ريموف البايوفيلم، يو كان هاف او اتين ا بيتر substrate for adhesion. هنا I'm using aluminum oxide powder 29 microns. It's not very aggressive زي ال 53 microns، لكن انا مش محتاج ان انا ابقى very aggressive، انا just محتاج ان انا remove ال السمير layer وremove ال البايوفيلم الموجوده لو في شويه calculus موجودين عند الموست cervical area، فساعتها الاير ابريجن بيبقى هو ال السبيل بالنسبه لي احسن بكتير جدا من ان انا اشتغل ب هاند بيس. طب انا ما عنديش ممكن اتصرف ازاي بدل اير ابريجن؟ يو كان دو سم فريشنينج وذ فينيشينج ستون او فينيشينج ستون يعني او فينيشينج بير. انت مش محتاج تعمل اجريسيف كاتنج، انت محتاج بس تعمل كليننج و فريشنينج للسيرفيس تو هاف بيتر ادهيجن. طيب انا هنا بعد ساند بلاستنج هبدا اعمل ايه؟ هنا بنعمل انسبكشن للكافيتي، خلاص انا هنا ام ريدي فور بوندنج، ببدا اعمل انامل اتشنج زي ما احنا شايفين هنا اندر هاير ماجنيفيكيشن ان الكافيتي ات از فيري كلين كافيتي. انا مش محتاج هنا ان انا اعمل اي حاجه خالص بهاند بيس، انا جاست هبدا الاتيشن بروتوكول على طول. فانا هنا ببدا احط الاسيد اتش ميل يعني انامل. After sand blasting it is recommended ان انا احط كمان layer يعني another layer of acid etching على الدنتين for like 5 seconds just to clean the cavity من اي powder embedded موجود في الدنتين. بعد كده ببدا احط الادهيسيف ونبدا نعمل، وحاجه مهمه جدا لازم نعمل vigorous rubbing للادهيسيف يا جماعه. It is a very important step. لازم اعمل agitation او vigorous rubbing للادهيسيف against the cavity walls او الكافيتي margins والكافيتي نفسها. ده مهم جدا عشان اضمن ان حصل proper penetration للادهيسيف بتاعي جوه الكولاجين فايبر نتورك. هنا ابدا اعمل تاني رابنج اتس فيري امبورتنت، اخد وقتي اتليست 30 سكندز. بعد كده ببدا اجيب دراي مايكرو براش وابدا اريموف الاكسس. وابدا بقى كده اعمل ايرثينج، مش وقت كتير، انا جاست بس ان انا ميك شور بس انا ما عنديش اي اكسس ادهيسيف جوه الكافيتي. اند ذن بنبدا نعمل كيورنج. طيب هنا انا ماي ديسيجن ان انا هقفلها بجاست بفلوبل كومبوزيت. طب ازاي كنترول ان انا احط فلوبل كومبوزيت؟ زي ما احنا شايفين انا بحط لاير عند الموست انسايزر بارت، وبعد كده ببدا اوزع اللاير فلوبل دي وابدا انزل بيها سيرفايكال. بعملها على وان لاير؟ لا، انا ببدا اعمل زي ما اتفقنا، بعمل انكريمنتال باكينج ايفن للفلوبل كومبوزيت. يس، وده اكشلي هيسهل عليك عشان الدنيا ما تحسش انها الفلوبل سايز في كل حته وبيجري منك في كل حته، انت عايز تكنترول الفلو بتاع الفلوبل كومبوزيت. يبقى هنا حطيت اول لاير فلوبل كومبوزيت وبدات اعملها ادابتيشن. طبعا زي ما احنا شايفين ادابتيشن اوف فلوبل كومبوزيت از ماتش بيتر عن الريجولر كومبوزيت في الحالات اللي زي كده، وبتضمن انتيميت ادابتيشن. يبقى هنا ادي اول لاير، ببدا احط سكند لاير وارجع تاني ابدا اموف الفلو اللي انا حطيته ده بحيث ان انا اضمن ان انا عندي بروبر ادابتيشن على التوث ستراكشر. وانا بعمل دي ممكن اعمل سم فايبراتوري موفمنت، ببدا احرك ايدي بعمل شويه فايبريشن عشان الفلو يبدا يتحرك معايا بشكل سلس او بشكل اسهل يعني. تمام، بنعمل كيورنج. بعد كده بنحط كمان لاير.
دي كده هتبقى تالت لاير. شوف يا جماعه احنا ما عملناش على وان لاير، لا انا ببدا امشي لاير باي لاير، دي كده تالت لاير اكشلي. وارجع برضو اعمل ادابتيشن زي ما احنا شايفين، اتاكد ان الكومبوزر بتاعي از ويل ادابتد على توث ستراكشر. مثلا اعمل كيورنج، ودي كده انذر لاير. زي ما احنا شايفين يا جماعه انا مش باخدها وان شوت، لا انا ببدا امشي انكريمنت باي انكريمنت. فانا كده يبقى انا كده حققت ان انا اعمل بروبر ادابتيشن، الفلو ما كانش ماسي ما راحش مني في كل حته. الحاجه المهمه جدا كمان ان انا كده اي اليمينيتد ذا بروبلم فروم ذا سي فاكتور، بحيث ما يحصلش اي مايكرو ليكج عند الموست سيرفايكال اريا، او الاريا اللي بيكون فيها الادهيشن مش اقوى حاجه، او الانامل عندي بيكون قليل او مش موجود اكشن تحت السيرفايكال بارت. وهنا هيتبقى اخر بارت اللي هو الايه؟ الهايت اوف كونتور، ودي بقى حته مهمه جدا علشان يحصل بروبر فود ديفليكشن، ويبقى عندي بروبر يحصل بروبر ديفليكشن للفود ومساجنج للجنجر. يبقى انا هنا الفلو بتاعي نازل يعني مور اور ليس نازل ستريت. فانا هنا محتاج ان انا ابدا ابني سم بارت اوف، ابدا اعمل عند البارت السيرفايكال اعمل سم سورت اوف هايت اوف كونتور زي ما احنا شايفين، بحيث ان انا يحصل عندي بروبر فود ديفليكشن ويحصل بروبر مساجنج وما يحصلش تروما للسوفت تيشو. وانس ان انا عملت البارت ده ببدا اعمل بعد كده كيورنج، وبعد كده ابدا اعمل فينيشنج للكومبوزيت الاكسس. تمام، نبدا بقى نشيل الاكسس. دي كاربايد فينيشنج بير مينلي فور فينيشنج اوف كومبوزيت. ببدا ريموف بيها الاكسس زي ما احنا شايفين، وابدا امشي ما بين التوث ستراكشر وما بين الكومبوزيت، بحيث ان انا يحصل سم سورت اوف فلاشنج ما بين كومبوزيت والروت سيرفيس او التوث سيرفيس. طبعا دي كاربايد فينيشنج بير، الكاتنج بتاعها از فيري مينيمال، جاست ريموفينج ذا كومبوزيت ميرلي بتكات اي حاجه في التوث ستراكشر. طبعا طول ما انت مش عامل بريشر او مزود في السبيد. زي ما احنا شايفين بعد كده احنا خلاص وي ار اولموست دن. وبعد كده نبدا نعمل البولشنج بتاعنا. دينج جلوس بلس سيستم كاب شيب من جلوس بلس سيستم من كار. سيستم اسمه هاي لاستر سيستم، فدي اسمها جلوس بلس. ويبقى كده يبقى في انذر ستيب. وحاجه مهمه جدا وقت البولشنج يا جماعه، ببدا اشوف البيرد وهي بتحصل لها روتيشن بتتحرك في انهي دايركشن، وابدا اروح مع الدايركشن ده، لان ده الدايركشن بتاع البولشنج. لو انا رحت عكس الدايركشن ده اكشلي ده انا كده ده دايركشن كاتنج مش دايركشن بولشنج، وبالتالي هتخسر او مش هتحس ان انت بتعمل بولشنج اكشلي. ودي حته مهمه جدا وساعات بتفوت على ناس كتير. زي ما اتفقنا انا بشوف هي بتروتيت وبتتحرك في انهي دايركشن، هي تلاقيها مثلا بتتحرك مني راح تو ذا رايت، فيبقى الدايركشن تو ذا رايت ده هو ده الدايركشن اوف بولشنج. لو راحت عكس كده يبقى ده مش الايه؟ مش الدايركشن بتاع البولشنج، ده هيبقى دايركشن اوف كاتنج. طيب ده كده منظر الريستوريشن بوست اوبرتيف.